بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم مرة تانية. ان شاء الله في الفيديو ده هتكلم عن كونسبت جديد اسمه الكومبوزيت كلاس. الكومبوزيت كلاس هي ايه؟ احنا كنا اتفقنا مع بعض الديت اوف بيرث هعمله على شكل سترينج. خلي بالكو الديت اوف بيرث فيه ثلاث معلومات، اللي هو ايه بقى؟ في معلومة الداي، يوم كام اتولد، يوم كام، والمانث شهر كام، والير. فهي مش معلومة واحدة، هي ثلاث معلومات، بس انا حطيتها في سترينج واحد. خلاص كده. المره دي بقى انا مش هعملها في سترينج، امال هعملها في ايه؟ انا هعمل كلاس اسمه ديت، هيوصف الديت شكله ايه. ديت، طب فين الديت ده؟ انا لسه هكريته. طب هكريته ازاي؟ هروح لليونيفرسيتي، هعمل كلاس جديد هسميه ديت وفينش. الكلاس اللي اسمه ديت ده بقى هعرف فيه الثلاث متغيرات اللي انا قلت لكم عليها. طيب هنعمل الكونستراكت. احنا اتفقنا هو فيه ثلاث حاجات، الاتريبيوتس، والاتريبيوتس بتاعته معروفه بقى، اللي هو الديت هخلي كله بقى برايفت، برايفت انت الدي الاول، وبرايفت انت months، و private int year. دي كده ال variables بتاعتي. لو انا بالمرة عايز اعمل اللي هي get و set، alt insert alt insert دي كده، واعمل ال getter و setter. ممكن اعلم عليهم التلاتة او اعلم على اسم الكلاس فيعلم لي عليهم التلاتة كده. ده مبدئيا ادي كده ال get و set بتاع كل واحدة. خلاص دي كده مبدئيا كده. انا دلوقتي عملت الاتريبيوتس والجيت والسيت بتاعته. عايز الكونستراكتور. الكونستراكتور بيبقى بابليك، نفس اسم الكلاس ديت. لو انت ما بيستقبلش حاجه، يعني ممكن اخليه ما يستقبلش حاجه واخلي الديفولت مثلا ان هو 1/1/2000. خلاص، فالداي هيساوي 1، والمانث هيساوي 1، واليير هيساوي سنة 2000. ده لو اليوزر ما ادانيش ديت وهو بيكاري الديت. اما انا ممكن اعمل له كمان واحد يستقبل التلاتة، فبرضك ممكن اعملها بالت انزرت. لو انت مكسل تكتب الكود عشان اوريها لكم، برضك بتقول له كونستراكتور. انت عايز الكونستراكتور بتاعك يستقبل ايه؟ انا هقول له يستقبل التلاتة. جنريت، الراجل زي الفل عمله لي، استقبل التلاتة وحطهم في الانستنس فاريبلز. حاجة زي الفل خالص، البرمجة بقت حاجة يعني لذيذة خالص. كده احنا عملنا الديت. تعالوا بقى نسيف ونروح للستيودنت. الستيودنت هنا بقى اخينا ده ديت. طب الديت ده فين؟ لازم اقول له هو جاي منين. خلاص، فانا ممكن اعمل كنترول مسطرة كده، هيقول لي ديت اللي موجود معاك في نفس الكلاس. فانت كده مش محتاج تعمل له ايه import، حتى مش هعمل import فوق. انما لو موجود في باكج تانية مكان تاني لازم تعمل له import هنا. خلاص، هنا عشان كده ما عملش import. طيب هنا طبعا هيبقى عندي errors. ايه هي الايرورز؟ الجيت والسيت بتاعته بقت غلط، هو كان بيرجع string وبيستقبل string. هشيلهم. بص بص بص، سهل خالص، انت ما بقتش بتكتب حاجة، بس يفضل انتوا تكتبوا بايديكوا. alt insert getter و setter الديت اوف بيرث هو اللي باقي، الباقي معمول له فاصلا ما ظهرش. يعني هلاقيه عمل لي بيرجع ديت، وده معنى كده انه بيرجع اوبجكت من النوع ديت، وبيستقبل ديت وبيحطه في الديت. خلاص كده، ده كده مبدئيا. طيب تعالوا بقى نستخدم بقى دلوقتي ده اسمه كومبوزيت كلاس. ليه؟ لان الكلاس ده جواه اوبجكت من نوع تاني، يعني هشوفها دلوقتي في الديباجنج معناه ايه. تعالوا نروح بقى لليونيفرسيتي. هنا دلوقتي اخينا ده كده غلط. انا نسيت اعدلها هنا في الستودنت، معلش لسه في غلطه اللي هي الكونستراكتور. اللي هي دي، انا ممكن اشيلها او ممكن اظبطها. انا بقى بيستقبل ديت و ديت اوف بيرث يساوي ديت، بس كده بدل سترينج. سيف،
هنا بس في ايرور كمان لسه، اللي هو ده لو هو ما عملش هيساوي ايه بقى؟ ان شاء الله هقول هيساوي نيو ديت بالديفولت فاليوز بتاعت الديت. اقولها ازاي دي؟ نيو اوبجكت من الكلاس اللي اسمه ديت، وما تديش حاجه للكونستراكتور. يعني عندك اتنين كونستراكتور، اديله الكونستراكتور الفاضي بحيث يحط الانيشال فاليوز اللي عنده، لان البروجرامر ما ادانيش داتا. خلاص كده. تعالوا بقى نروح للتاني. هنا بقى انا عايز اعمل اخينا ده، هنا يعني انا عايز اديله اوبجكت، مش هينفع اديله سترينج. اديله اوبجكت ازاي؟ يا تكريت الاوبجكت في الحته دي، يا تروح تعمل اوبجكت الاول هنا من الكلاس اللي اسمه ديت. دي ديت مثلا دي بيساوي نيو ديت، وتقول له الايام واحد والشهور واحد والسنين سنه 2015 مثلا، وسيمي كولون. طيب ده اخينا ده هيستقبل مين؟ هيستقبل الدي. ايه الدي بقى دي؟ الدي اللي هي الديت دي. خلاص. فهنا انا بسيط اوبجكت كمان جوه اوبجكت. فتعالوا نعمل ديباجنج عشان نشوف الدنيا ماشيه ازاي. كليك يمين، لازم ابدا ران من عند المين كلاس ديباج، لان في بقى في عندي اكتر. دي كده الـ variables بتاعتي، هثبتها بس معايا كده ونصغر الشاشة شوية ونسيبها ماشي. هرن الأمر الأولاني. الأمر الأولاني هيعمل ايه؟ هيعمل object من النوع date، هيحط فيه الـ d. دي هتبقى object من نوع date، فيها الـ day والـ month والـ year، وكلهم من النوع integer، وفيها القيم اللي أنا قلتله عليها 1/1/2015. بعد كده هقول له اعمل object من القاس اللي اسمه s1، وهيبقى جواه date. خلي بالكوا يعني object هيبقى جواه object، عشان كده بنسميها الكومبوزيت، مركب يعني حاجه جوه حاجه. ف S1 شوفوا بقى جواه الفيرست نيم، وده نوع سترينج، واللاست نيم وده نوع سترينج، والاي دي والجي بي اي نوعهم اعداد سواء انت او دبل. انما اديته في فيرس هتلاقي جنبه علامه زائد كده. ليه؟ لانه لسه كومبوزيت بيتفك لسه. خلاص. جواه بقى يعني ده اديته في فيرس، جواه معلومات تانية اللي هي الداي والمانث والير. خلاص كده. ده معنى الكومبوزيت كلاس او الكومبوزيت اوبجكت. اوبجكت جواه اوبجكت، في الميموري هيبقى اوبجكت جواه اوبجكت. بس كده خلاص بقى اشتغل عادي. بقى انا بغير مثلا الاس 1 هيتغير، الفيرست نيم اسف بقت احمد، هي اصلا كانت احمد عشان كده ما اتغيرتش. وبعد كده انا بطبع بقى، فايه خلاص البرنامج خلص على كده. ده كده بالنسبة للكومبوزيت كلاس. فأنا أقدر دلوقتي أعمل أي كلاس جواه كلاس تاني. أتمنى الموضوع يكون واضح، ولو في مشكلة قولولي في الكومبوزيت كلاس. بعد كده إن شاء الله هنفكر في البروجيكتس بقى. لما نيجي نفكر على مستوى بروجيكت، إحنا بس بناخد الحتت كده حتة حتة، يعني كل حتة لوحدها. بعد كده إن شاء الله لما نيجي نعمل في بروجيكت كبير، هنتكلم بقى عن الحاجات دي إزاي أستخدمها وأفكر فيها وأنا بصمم البرنامج، عشان اعرف امتى استخدم الكومبوزيت كلاس. تمام. يلا كفايه عليكم كده، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.